السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم عن طابعة موجودة في الأسواق بالعراق، يعني هي تقريبا هي أرخص طابعة موجودة بالعراق، سعرها $20. طابعة HP، رقمها HP ديسك جيت 2130، برنتر كوبي وسكان. طبعا كاترجاتها تكون كاترجات صغار، واحد ملون واحد للعادي اسود والابيض. تركيبه جدا سهل، مجرد قفل مفتاح ومنفذ خاص للورق، هذا المنفذ. وايضا بالنسبه للحلول البرمجيه جدا سهله، طريقه تشغيل والاطفاء من هنا، هذا زر الباور، هنا هذا استنساخ ملون، استنساخ عادي. هذا الحلول البرمجية كلها اللي تصير بالطابعة، حشر ورق. مشكلة فقط نضغط على هذه تعالج نفسها تلقائيا. مشكلة هذه طابعة، هي طابعة رخيصة جدا، تقريبا 26,000 عراقي، $20. مشكلتها استهلاكية جدا للحبر، مستهلك للحبر. ايضا تستخدم سكانر، ممكن نستخدم بها. وهذا منفذ ينبيها، منفذ خاص للكهرباء، وهذا المنفذ للداتا الرايح للحاسب. هذا الشرح عن ديسك جيت HP ديسك جيت 2130، أرخص طابعة موجودة، سعرها $20. اللي يحب يعني مثلا يعني يشتريها، ما أنصح بها بصراحة، لأنهم استهلاكية جدا للحبر. هذا هذه مساوئها، يعني خلال اسبوع حبر ينفذ بيها، حتى الاستخدام قليل، واسعار الحبر مالته توصل 25,000، يعني بسعرها الحبر بسعر الطابعة. تحياتي لكم، وان شاء الله استفاديتوا من هذا الشرح البسيط عن هذه الطابعة، وان شاء الله شكو شيء يعني استفادوا منه عن شرح القناة على اليوتيوب. وتحياتي للجميع.